قام وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومحافظ مطروح خالد شعيب بجولة تفقدية في مركز شباب الحمام ونادي الحمام. تأتي الجولة في إطار جهود دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وتوفير بيئة مثالية للشباب لممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم، حيث شهد وزير الشباب ومحافظ مطروح جانبا من العروض الرياضية لبراعم وأشبال وزارة الشباب والرياضة داخل النادي ومركز الشباب. مشاركين كوزارة الشباب والرياضة مع المتحدة، يعني في وجود طبعا معالي الوزير سيادة اللواء أركان حرب خالد شعيب، في العالم عالمين مهرجان كبير بيعبر عن شكل الدولة المصرية والتنمية والتطوير، لكن احنا النهاردة موجودين يعني مع معالي الوزير في مركز شباب الحمام، معاينة الحقيقة لأسس تطوير إنشائي كامل للمركز، بالإضافة طبعا يعني أهالينا اللي موجودين، نشر الوعي الرياضي اللي موجود في الألعاب المختلفة. تفقدنا مركز شباب الحمام ونادي الحمام وشفنا الأنشطة اللي بتدار فيه وشفنا التفكير يعني اللي خارج الصندوق اللي بيتم حاليا دلوقتي لتنمية موارد الذاتية لمراكز الشباب والأندية، وشفنا النهاردة يعني ما يضاف للمركز ويزود من مواده الذاتية اللي يصرف على الصيانة، ومن سواء من حمام سباحة، من قاعات مناسبات، من محلات على الأسوار، يعني ده كل ده شغل كويس جدا ويزود مواد ذاتية.